أهلا بيكم، بنقدم لكم كل المعلومات التفصيلية عن مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان. العنوان حلوان داخل مصنع 99 الحربي في القاهرة. تم افتتاح المدرسة أول عام دراسي ليها كان 2019-2020. المدرسة فيها تخصصات كتيرة، تشغيل ماكينات وتركيبات ميكانيكية وبتروكيماويات وصيانة ميكانيكية وسباكة ومعالجة حرارية ولحام وتشكيل معادن وتركيبات كهربائية ومعدات كهربائية وإلكترونيات وحاسبات وتبريد وتكييف هواء ونجارة الأساس. المدرسة بتقبل 300 طالب في العام الدراسي الواحد، مدة الدراسة 3 سنين. الدراسة بتكون باللغة العربية وبيتدرب الطالب في مصانع وشركات الإنتاج الحربي. بتتحمل المدرسة ملابس ومهمات الأمان الصناعي والسلامة والصحة المهنية. بتمنح المدرسة شهادة دبلوم في التكنولوجيا معتمدة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. المدرسة ما فيهاش قسم داخلي. شروط التقديم للمدرسة: واحد، يفضل أن يكون الطالب من أبناء محافظة القاهرة. 2، أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية في السنة السابقة للتقديم مباشرة، وأن لا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر عن 18 سنة، وأنه يكون لائق طبيا، يعني هيتعمل له كشف طبي لازم يجتاز الكشف الطبي، وأنه يكون مصري الجنسية، ويجتاز الطالب اختبار القدرات التحريري والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة. المستندات المطلوبة للتقديم: صورة من استمارة النجاح للشهادة الإعدادية وبيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية التابع لها، صورة من شهادة الميلاد وشهادة طبية معتمدة من التأمين الصحي، عدد 2 صورة شخصية حديثة للطالب طلب الالتحاق بالمدرسة، صورة بطاقة ولي الأمر زائد حافظة مستندات. طبقا لتنسيق القبول لعام 2020-2021 كان الحد الأدنى للقبول بالمدرسة هو 240 درجة، وطبعا الحد الأدنى بيختلف من سنة لأخرى. إذا عجبك الفيديو اعمل لايك، وإذا حابب تعرف مصاريف مدارس القاهرة واسكندرية وكل شيء يخص التعليم اعمل اشتراك في القناة.